عودة إلى مشاهدينا الأعزاء، تحية متجددة بحضراتكم من جديد. يسير شوطنا الثاني عشر الخاص بالجعدان الإذاعة المهجنات إلى صادي. نبدأ بالصدارة ونتابع المقدمة والمركز الأول، وهذا أبو الأبيض محمد بن ناصر بن علي العامري يحتل المقدمة والبداية، بينما في المركز الثاني شاهين صالح بن محمد بن سعيد العامري، والمركز الثالث هذا الوزير محمد بن حمد العويسي يتقدم ليقدم لنا الوزير على المركز الثالث. يندفع أبو حمد من خلال هذا الانطلاق، بينما نتابع المركز الرابع والمركز الرابع يأتي هنا ابن الشبابي لسالة بن مسهر بن غانم القوبع المنصوري، والمركز الخامس أخرنا شوي لنتابع بقية المراكز. يأتي هنا في المركز الخامس العقربي محمد بن غريب برايد الكتبي، وسادس التحديات مياس محمد بن غبش بن دحروي بن منقاش العامرية يأتينا ليحتل المركز السادس والمركز السابع. ها هو مكرم سيف بن حمد بن سلطان بن جافلة المنصوري، وثامن المراكز من الجانب الآخر هذا نقد محمد بن صقر بالعكوي السلمي، وتاسع التحديات يأتي هنا بالقدوم والاندفاع. مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، هذا نايف محمد بن سلطان بن مرخان، والمركز العاشر شعار المغامر يتسلل من ايضا الجانب الاخر في هذه اللحظات، يقدم لنا اللي هو سلهود بدر بن محمد بن حمد الجمري، نعم يتقدم على المركز العاشر. هكذا مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام النتيجه للعشر المراكز الاولى، وهنا لمسامعكم هذه الاسامي وهذه الشعارات اللي متواجده في تحدي هذا الشوط. عوده من جديد الى المقدمه، عوده الى المركز الاول، عوده الى البدايه، الى التحدي، الى الاثاره، الى المنافسه اللي يشهدها هذا الشوط. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول وإلى البداية وإلى التحدي وإلى المنافسة اللي تدور على مقدمة هذا الشوط. هذا اللي على المركز الأول مسيطر كما تشاهدون في مقدمة الشوط. وفي البداية الأولى شاهين محمد أو سالم بن محمد بن سعيد العامري على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، بينما في المركز الثاني متواجد هنا أيضا أبو الأبيض متواجدا على المركز الثاني محمد بن ناصر بن علي العامري، والمركز الثالث ابن الشبابي لسالم بن مسفر بن غانم القوبع المنصوري، وشعار بدر بن محمد الجمري يتقدم مشاهدينا الأعزاء على ظهر سلهود في المركز الثالث. والمركز الرابع نايف غادم نايف وشعار الصعب محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي، ومتابعة مطر بن سلطان اللي يراقب هذا الاندفاع. والمركز الخامس أشوف هنا الوصول من نقد محمد بن صقر بالعكوي السلمي يتقدم الآن بالعكوي وشعاره على المركز الخامس. 1200 يبعد خط النهاية، 1200 يا مشاهدين ويا مراقبين، نذكر لكم المضمرين. الله 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 الله، المقدمة الصدارة شاهين سالم بن محمد بن سعيد العامري مسيطر على مقدمة الشوط، مسيطر على المركز الأول. أبو الأبيض غادم مع مشاهدين الأعزاء محمد بن ناصر بن علي العامري، وهنا الله
ايه بالعب بدا يتحرك يوم اعلن الاعلان الاخير. ها هو مشاهدينا الاعزاء يقدم نقد محمد مصغر بالعكوي السلمي ونايف غادم نايف بشعار محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي الصعب وشعاره المركز الخامس. المركز الخامس اشوف انا اللي ياتي مكرم سيف بن حمد بن سيف الجافلي المنصوري وصل في هذه اللحظه وصل مع هذا الانطلاق لكن عوده الى المقدمه عوده الى البدايه الى التحدي الى الصراع في المقدمه الاولى. هذا شاهين سالم بن محمد بن سعيد العامري في مقدمه الشوط في المركز الاول. في البداية بدأ ينفرد مع الأمتار الأخيرة الله عمار يا العامري عمار على هذا الأداء المثير اللي قدمه شاهين والسلالة الشاهينية وقال أن بغيت السبق متواصل مرة على شاهين وعياله لي في مداهن ما يبن حاصل يوم ضرب فروخ عياله. هذه السلالة الشاهينية تؤكد الحضور تؤكد دائما كل المنافسات في المسابات الطويلة. هنيا لك يا سالم يا بن محمد بن سعيد العامري على امتلاك شاهين وتألق بناموس هذا الشوط لحظة وصوله إلى خط النهاية محققا هذا الفوز. المركز الثاني وصل في شاهين محمد رايب سعيد اليابري. المركز الثالث وصل شعار ايضا قطابي بن محمد بن ثاني السويدي على ظهر جمران اللي احتل المركز الثالث. هكذا هي نتيجتنا للثلاث المراكز الاولى. عوده الى التوقيت الزمني وساعه الوصول الى خط النهايه بسبع دقائق 44 ثانيه. تهانينا والناموس الى ايضا